على الرغم أنها تخطت سن المائة بثلاثة أعوام، فإن الحسكينة لا تزال تتمسك بمهنتها في كي الملابس كي تؤمن قوت يومها. من وسط منطقة السيدة زينب، أحد الأحياء الشعبية العريقة في القاهرة، تروي سكينة قصتها مع المهنة التي أحبتها بعدما أسر زوجها في حرب فلسطين عام 1948، وكان يعمل في كي الملابس وتغيب 13 عاما كاملة لم تعلم عنه فيها شيئا. أثرت ثورة 1919 وزعمائها، وهي لا تزال تختزن في جعبتها ذكريات. ما أنا كنت باكل سعد زغلول لمراته. مراته كنت باكلها. بودي لها المكوى وهي تبعت لي المكوى. مصيبة. نسة وحشة. وتك الفلوس وانت واقف. عايز ايه؟ أجمل اللحظات تعيشها الحاجة سكينة وهي تمارس مهنتها. يداها اللتان ترتعشان بحكم عجلة الزمان لا تزالان تعرفان طريقهما في كي الملابس. عملت مكوجية وكانت لها أيضا مواقف سياسية يتذكرها جيرانها. أيام العدوان الثلاثي كان الدبابات كانت كلها بتاعت جمال عبد الناصر كانت موجودة في الشارع وكانت بتدي لهم أكل وشرب وكل حاجة. ثلاث ثورات عاصرتها الحاجة سكينة بدءا بثورة 1919 وثورة 1952 وثورة 25 من يناير الأخيرة. بتاع دلوقتي ده مش حاجة زي الأولانية أيام سعد زغلول والنعاس كانوا هنا بيباتوا في الشوارع. كان عندي اتنين صناعية خدهم في الجيش راحوا غرقوا في البحر. الحمد لله. صارت هذه المرأة كتاب تاريخ يسير على الأرض. ببساطة المصريين تسجل رأيها وتحفظ في ذاكرتها لحظات انتصار وانكسار عاشتها مصر في الأعوام المائة التي سبقت، وهي أيضا تتمسك بمهنتها وبعشقها لها. محمد عبد الله، العربية، القاهرة.